السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم عاطف، طالب خريج من حسابات معلومات تسويق قسم معلومات الحاسب انترست في الديب ليرنينج ومشين ليرنينج بقالي أكتر من سنة ونص. إن شاء الله بحاول أفيد الناس البيجنرز اللي هي لسه بادئة في المجالز، أو البيجنرز اللي بادئين بس لسه ما عملوش شغل عملي، أو لسه بادئين في المشين ليرنينج اللي لسه اللي بعملها. إن شاء الله ده رابع فيديو بالنسبة للبانداس باكج، ويعتبر فيديو 16 في البلاي ليست بتاعتنا. إيه اللي هنشرحه النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده؟ اول حاجه ابوريتنج والداتا ان بانداس، ودي هو ده موضوع ال يعني ده موضوع الفيديوهات الجايه بالناس من كذا حاجه. فاول حاجه ان شاء الله ناخدها النهارده في الفيديو كريتنج بانداس سيريس اوبجكت ويز نمباي اري. احنا كنا بنكريت البانداس سيريس اوبجكت بس مش نمباي اري، فاحنا هنشوف ازاي هنكريتها نمباي اري المره دي. تاني حاجه شو هاو في الميسنج فاليوز، مثلا هنشوف دلوقتي ان احنا عندنا مثلا هتبقى في قيم نل معينه، النال بيتمثل بكلمه نان في الجوبيتر نوت بوك او في البايثون، فالاثنين نقدر نقول عليهم يساوي كده، يعني النال هي النان. فهنشوف ازاي نفيلنج الميسنج فاليو دي، وان شاء الله في الفيديو الجاي هنشوف طرق مور ادفانسد في الميسنج فاليو، ان ده موضوع مهم جدا، ان انت الداتا بتاعتك في معظم الحالات مش بتبقى كلير، يعني بتبقى فيه ميسنج فاليو كلهم زي مش قد بعض، فالموضوع ده مهم جدا، فان شاء الله هتكلم فيه في استفاضه في الفيديوهات الجايه. تعالوا نشوف العملي. اول حاجه كريت فايل جديد بايثون 3، ونسميه بانداز باكج. شيل ليرنينج تول باكج رقم 4. طبعا الجوبيتر نوت بوك ده هتلاقيه موجود في الديسكريبشن لو انت عايز تحمله. خلصوا الفيديو ان شاء الله. يعني امبورت اول حاجه بانداز المكتبه بتاعتك اس بي دي، تمام. اول حاجه تعال نشوف ازاي هنكريت سيريس اوبجكت نوع باندا باستخدام نمباي اري بي دي دوت سيريس. هتعمل عادي زي ما احنا كريت النمباي اري، يعني ان بي دوت راندوم. بس خلي بالك احنا ما عندناش مكتبه، فاحنا هنعمل مكتبه دلوقتي ان بي دوت راندوم، وانا عايز الحروف بتاعتي انتجر، فاقول له دوت راند انتجر. طبعا لو انت مش السنتكس ده غريب عليك، انا عملت تقريبا 6 فيديوهات عن نمباي، فانصحك انت تشوفهم. مده الفيديو مش اقل من تلت ساعه، بتروح بين 10 دقايق وتلت ساعه، فان شاء الله مش هياخدوا منك وقت لو انت رجعت وبصيت عليهم. random integer، بعد كده تدي له السايز بتاعك. ممكن نديله سايز، بس الاول تعال نشوف انكرت الارقام بتاعتنا من فين لفين. مثلا عايزها من 0 لحد 10، والسايز بتاعك مثلا ليكن 4. تمام، تعال نرن. بس اول حاجه نعمل امبورت المكتبه بتاعتنا boy as mb. تمام جدا، تمام جدا كده انت كريت اوبجكت من نوع سيريس بالراند بالنمباي اري. تعال نطبع سيريس. طبعا انت تقدر تعمل برضو داتا فريم بنمباي اري، فانا هديها لك مثلا، تعال ناخدها، مع اني انا مش حاططها في الاوبجكتيف بتاعت الفيديو، بس هديها لك ان انا هقولها في الفيديو الجاي، بس عادي يعني. داتا فريم ونقول له nb dot random dot round integer، وتدي له البداية بتاعتك من 0 ل 10 براحتك، البداية اللي انت عايزها. وبعد كده هنديله سايز، عشان انا هعمل داتا فريم، فنقول داتا فريم مالتي دايمنشنال، فهنديها ايه مالتي دايمنشنال اري 3 و 4 مثلا، ونحدد الكولمز بتاعنا. زي ما انت شايف ان الكولمز عامله 4، فانا لازم ادي 4 elements مثلا. ايه طبعا المثال اللي بقوله ده هتلاقيه موجود في الكتاب، ممكن متغير حاجه بسيطه بس هتلاقيه موجود في الكتاب لو انت بتقرا من الكتاب. طبعا انصحك تقرا من الكتاب برضو بعد ما نخلص الشغل ده، لربما طبعا الكتاب فيه معلومات انا باخد الحاجات المهمه اللي شايفها من وجهه نظري، فممكن يكون فيه معلومات تاني، فانت يعني افضل ان انت تشوف الكتاب برضو. bd.dataframe nb.random random integer get unexpected keyword columns. ما تنساش ان الكولومز مفيش او،
مضر. فالمشكلة إن مفيش، لو خدت بالك إحنا كل زي مكتوبة تمام كده، بس مفيش قوس، يعني إحنا ما بفرناش القوس بتاع الراندوم. فإحنا لو عملنا كده زي ما أنت شايف، طبع array 3 في 2، 3 في 4، 4 columns، 3 row، وده كده يعتبر object من data frame. تعالى نكمل موضوع الفيديو بتاعنا. نعمل object من نوع array، قصدي نوع object من نوع series، bd.series. هندي ديكشنري، فاحنا لازم نعمل براكتس دي ونسمي اول حاجه الاسكا. الداتا دي موجوده زي الداتا اللي في الكتاب 17، بس الارقام ممكن تكون مختلفه شويه، بس الاسماء واحده. تاكسيس ماشي 17 مثلا، كاليفورنيا. وتقدر تسمي الكولومز بتاعك، تقول له النيم بتساوي اريا. طبعا هنا مفيش كولوم، ليه؟ ان احنا السيريوس عبارة عن 1 دايمنشن، فهو بس 1 دايمنشن. تعال نطبع الاريا زي ما انت شايف، الاسكا، تكساس، كاليفورنيا، والنيم اريا. تعال نعمل واحد زيه بالظبط، بس البوبوليوشن نغير شوية في الداتا. بوبوليوشن نسميه population، نغير شوية في الداتا مثلا، ونطبع population. أنا ليه بعمل ده؟ عشان أنا عايز أوريك مثال دلوقتي. لو أنا قلت population على الأريا، فهتلاقيه قسم القيم، قسم القيم قبل. على فكره لو كانت يعني كانت سترنج طبعا هيجيب لي ايرور، بس عشان هي القيم بتاعت البوبوليوشن انتجر والقيم بتاعت الاري انتجر، فانت ينفع تعمل المنظر ده. وينفع كمان زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، ان انا اخد الداتا دي في روج، في كولمز جديد لو انا عندي داتا فريم. يعني مثلا انا كنا قريتنا داتا فريم اللي هو دي اف مثلا، تعال نقول دي اف ونسميه البوبوليوشن على الاريا، ده دنسيتي الكثافه. ممكن نسميها اسم، بس احنا دلوقتي مثلا نخليها عامل شويه، ونقول له اطبع لي الديف. فزي ما انت شايف هتلاقيه زود كولمز جديد، بس القيم اداها نون. ده ممكن بسبب هو ممكن معترض بسبب ان البوبوليوشن دي من نوع سيريس، والاريا من نوع سيريس برضو، فما ينفعش اعمل، يعني ما ينفعش اعملها بالمنظر ده، فلازم يبقى برضو من نوع داتا فريم، بحيث يبقى كله داتا فريم. فانا مثلا لو جيت عملت كده داتا فريم، وجيت مثلا كله من الاولاني اللي هو ايه، قلت داتا فريم، وجيت كله التاني اللي هو البي، فهتلاقيه فعلا حسب القيم واداها القيم الفعليه. تعال نشوف الاي والبي. ايه على صفر فاداه انفينيتي، اي ان اف اختصار انفينيتي. بعد كده 4 من 10 دي اللي هي 4 على 9 ب4 من 10، بعد كده 8 على 7 بال1.148، 1.42. بعد كده تعالى نرجع لموضوعنا. في حاجة برضو مستلزم موجودة، لو انت مثلا عملت area.index or population.index. تعالى ناخدها كوبي عشان ما نغلطش فيها. فده متخيل هيرجع لك ايه؟ هيرجع لك الاندكس المتشابهه في الاثنين، الاندكس المتشابه في الاثنين، او الاندكس اللي هيرجع لك كل الاندكس اللي في الاري قصدي، وكل الاندكس في البوبوليوشن، بس المتكرر هيقوله مره واحده، المتكرر هيقوله مره واحده. يعني مثلا مش هيرجع لك الالاسكا والتكساس مرتين والكاليفورنيا مرتين، بحيث ان الكولمز بتاعتي واحده هنا، او الكيز بتاعتي واحده. تعال نشوف هيرجع ايه. رجع الاسكا وتكساس وكاليفورنيا. لكن لو مثلا لو هنضيف مثلا كي جديد، مثلا فلوريدا او فلوريدا،
مثلا 1 2 3 تمام. تعالى بقى نعمل المران تاني، هتلاقيه زود فلوريدا. بس تعالى انا عايز اعمل اختلاف برضو، يعني الاور هيجيب لي كل الحاجات بس مش هيجيبها دوبليكيت، يعني مثلا في الاسكا، الاسكا هاخد منهم واحده بس، في تاكس، تاكس هاخد منهم واحده بس، كاليفورنيا نفس الحكايه، فلوريدا نفس الحكايه، في برضو اند بيجيب لك الحاجات المشتركه، فاحنا تعالى نعمل اند المفروض ما يطبعش فلوريدا. فزي ما انت شايف فعلا ما طبعش فلوريدا، تبع الاسكا وتكساس وكاليفورنيا. دلوقتي بقى تعال نيجي للموضوع بتاع، يعني الموضوع التاني بتاع الفيديو اللي انا كاريت، ان انا ازاي فيلم ميسنج فاليو. فهنكاريت اوبجكت من نوع باندا سيريس، ومثلا نعمله اري مش نمباي، عادي ممكن تكاريته نمباي اري براحتك. المهم دلوقتي عندي في الاندكس هنكاريت بإندكس معينة، ونعمل برضو أوبجكت تاني اسمه بي بي سيريس، ومثلا قيم برضو الإندكس هنغير فيها، مش هتبقى ثابتة، يعني الإندكس بتاعت A غير البي، مثلا نخلي فيه 1 في 2 في 3، هنخلي فيه قيمتين مشتركين وقيمة مش مشتركة. بعد كده نعمل نرن الأول نشوف bd.seriesindex، مش تعال نشوف مطرد ليه length of bus value is 4 index implies 3 تن تن تن. سوري احنا عاملين 4 element، فاحنا لا نزود index لا نقلل index، فاحنا خلينا نقلل array. تمام، تعال نعمل دلوقتي اللي احنا المفروض نعمله اللي هو ال a plus b. تعال نشوف كده ايه اللي هيطلع. زي ما انت شايف طبعا none، وهنا نن، بس هنا جمع. ليه جمع؟ تعالى نشوف كده، هنا في اندكس واحد وهنا في اندكس واحد، فجمع القيم اللي هي في اندكس واحد اللي هي 2 زائد 3 بالظبط كده، ولا ايه؟ 1 1 2 سوري، اللي هي 2 والاتنين اللي هي الاربعة، وهنا هتلاقي في 2 وفي 2، بس خلي بالك يعني الاتنين هنا بتمثل التلاتة والاتنين هنا بتمثل التلاتة، فهيطبع 6. فاحنا عايزين نحل مشكلة الماسنج فاليو اللي هي النون، او في عشان العلامات الحسابية لو كان الاندكس بالشكل ده، فاحنا برضو عايزين يطبع الفاليو بتاع الاندكس اللي مش موجود، يعني مثلا يطبع لي الواحد، او مش هيجمع عليه بس يطبع لي الواحد، وهنا نفس الحكاية مش هيجمع عليه حاجة من الايه بس يطبع لي الاربعة. فتعال نشوف الكلام ده نعمله ازاي. في فانكشن اسمها ايه دوت اد، وتقول له الاوبجكت اللي انت هتاده اللي هي ايه هعمله اد مع بي، او البي هعمله اد مع الاي براحتك، وتقول له فيل فاليو بزيرو. دي طريقه منه، هتلاقيه فعلا في الزيرو شل يعني شل النان وحط الواحد اللي هي القيمه بتاعت الاوبجكت ايه اللي هي واحد، وهنا في الثلاثه شل النان برضو وحط الاربعه اللي هي القيمه بتاعت الاوبجكت بي. طبعا الموضوع ميسنج فاليو هو موضوع مش مختصر بس على دي، في برضه طرق تاني، فان شاء الله الفيديو ده جاي هنتكلم شويه عن الميسنج فاليو والهاندلنج ميسنج فاليو. ده بالنسبه للعامل بتاع الفيديو ده، ان شاء الله تكون استفدت بيه، وان شاء الله ما يكونش جزء طويل او عامل مده طويل، بحيث ان انت تقدر تطبقه عندك على الجهاز. دلوقتي كوتشن كودز انفورميشن، فالمره دي انفورميشن. زي ما انت شايف في الجوريزم معين، فالالجوريزم المعين ده يعني شغال على حاجه، يعني اللاين انفايرمنت واوفلاين انفايرمنت. طبعا احنا بنراجع الاونلاين والاوفلاين ليرنينج. فزي ما انت شايف في الاونلاين بيحصل ايه؟ بيحصل ان هو اوتوماتيك الالجوريزم بياخد الستيت الجديده من الانفايرمنت المعينه دي وبيطبق عليها الاكشن اللي هو الجديد. لكن هنا في الاوفلاين زي ما انت شايف هو لازم يلود الداتا الجديده عنده علشان يرنها عنده على الجهاز، وبعد كده يبعت الاكشن او الديسيشن المعين او البريدكت المفروض يتغير بناء على الداتا الجديده. فده تستنتج منه الاختلاف بين الاونلاين والاوفلاين ليرنينج في الداتا، ان انت الداتا مش محتاج تخليها عندك او تخزنها في ميموري، لا تلقائيا بتبعتها والالجوريزم بيستفاد منها ويطبق بريدكت جديد بناء على الداتا الجايه جديده، زي ما احنا خدنا مثال السبام في الايميل.
طبعا لو عندك اي سؤال عايز استفسار تقدر تبعتلي على الميل end of the video. طبعا لو عندك اي سؤال طبعا تقدر تبعتلي على الميل او الهانج اوت. لو عندك اي اقتراح بحيث احسن مستوى الفيديو اكون شاكر ليك جدا، ابعتلي على الفورم او ممكن تقول لي الفيدباك بتاع الفيديو، هل عجبك هل ما عجبكش، فابعتلي برضو الفيدباك بتاعك. اخيرا تقدر تشوف البلوج بتاعتي خاصه بالمشين ليرنينج، عليها بروجكتس مشين ليرنينج ان شاء الله هعمل ابلود قريب جدا ليها، بحيث تحتوي على بروجكت اكتر من كده. بالتوفيق جميعا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.